السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سأقدم لكم بعض المعلومات المهمة حول أقدم جامعة في العالم، جامعة القرويين التي توجد بمدينة فاس المغربية. تابعوا معي. إذا تعد جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم، تأسست سنة 859 ميلادية في مدينة فاس المغربية، وما زالت قائمة حتى الآن لما يزيد عن 1160 عاما. إذا تاريخ هذه الجامعة هو تاريخ قديم جدا، ومن خلال هذه الجامعة تخرج مجموعة كبيرة من العلماء والدكاترة في مختلف المجالات. معلومة أخرى مهمة تخص جامعة القرويين بفاس، فقد تم إنشاء هذه الجامعة قبل 100 عام من إنشاء جامعة الأزهر بجمهورية مصر. ممتاز، لاحظوا جيدا هذه الصورة، هذه صورة امرأة. ستقولون ما علاقة هذه الصورة بجامعة القرويين؟ هذه الصورة هي صورة فاطمة الفهرية، وهي مؤسسة جامعة القرويين بمدينة فاس. إذا فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية هي امرأة مسلمة عربية، ويعتقد أنها ولدت سنة 800 ميلادية، وأصلها من مدينة القيروان التي توجد بتونس. بعدها هاجرت فاطمة الفهرية إلى مدينة فاس وأسست مسجدا. هذا المسجد تحول تدريجيا بفضل عناية الدول المتعاقبة على حكم المغرب إلى جامعة كبيرة في العالم وفي مختلف التخصصات. أخيرا توفيت فاطمة الفهرية مؤسسة جامعة القرويين سنة 878 ميلادية بمدينة فاس. إذا كانت هذه بعض المعلومات المختصرة جدا حول جامعة القرويين. شكرا لكم والسلام عليكم.